محمد أيت حمد، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالقنيطرة. مؤسسة التعاون الوطني هي مؤسسة عمومية لها استقلالية ديالها المالي والإداري، وتحت الوصاية ديال وزارة التضامن. بالنسبة للمهام ديال مؤسسة التعاون الوطني، فممكن أن نلخصها في 3 محاور أساسية. المحور الأساسي الأول، وهو أن هذه المؤسسة تقدم خدمات من خلال واحد مجموعة المراكز لفائدة فئات الهشة وخاصة النساء منها، ونخص بالذكر مراكز التربية والتكوين التي من خلالها تقدم المؤسسة التعاون الوطني واحد مجموعة من الخدمات لفائدة النساء، وذلك عن طريق تمكينهن من تعلم لبعض يعني الحرف، خصوصا الحرف اليدوية في الطرز، في الخياطة، في الطبخ إلى آخره. وهناك كذلك بعض المؤسسات الرعاية الاجتماعية التي من خلالها تقدم مؤسسة التعاون الوطني خدمات لفائدة الفئات الهشة، خصوصا أخص بالذكر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالطفولة، وكذلك يعني المسنين، كدار المسنين، دور الأطفال، دور الطالب والطالبة، ومن خلالها ندعم التمدرس. وهو كذلك مركز تكوين بالتدرج اللي من خلالها نقدم خدمات لفائدة يعني الأطفال والتلاميذ اللي كينقطعوا عن الدراسة ديالهم. إذن هذا المحور الأول. بالنسبة للمحور الثاني، وهو محور المساعدة الاجتماعية. محور المساعدة الاجتماعية اللي الآن التعاون الوطني أصبح فاعل أساسي في المساعدة الاجتماعية، وفاعل يعني اجتماعي بمحض يعني بامتياز، أنه من خلالها نقدم المساعدة الاجتماعية لواحد مجموعة الفئات، وخصوصا النساء في وضعية صعبة، اللي من خلالها نفتح بعض الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، ونستقبل النساء في وضعية صعبة، في وضعية عنف كذلك. ومن خلال هذه المراكز هذه كنقدم خدمات عند الاستماع والتوجيه والاستقبال والمواكبة، سواء المواكبة النفسية، الطبية، القانونية، لفائدة النساء في وضعية هشة وفي وضعية عنف. هناك كذلك فئة الطفولة، في إطار دائما المساعدة الاجتماعية نفتح ونخلق فضاءات ديال وحدات حماية الطفولة، اللي من خلالها يتم استقبال واستماع إلى أطفال في وضعية الشارع، في وضعية صعبة، الأطفال متخلى عنهم إلى آخره. هناك كذلك بعض المرافق الأخرى اللي هي مرافق ديال خاصة بالمعاقين، ومن خلال هذه الفئة خلقنا واحد المجموعة ديال المرافق على مستوى الأقاليم اللي هي ما يسمى بمراكز استقبال وتوجيه الأطفال في وضعية إعاقة. وهذا المرفق هذا نقدم خدمات لهذه الفئة ديال الأطفال في وضعية إعاقة ولا الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذه المراكز هذو يتم كذلك أنه كنحاول ما أمكن أنه نقدم خدمات لهذه الفئة. وفي هذا المحور هذا ممكن أنه نتكلموا على 4 نقاط أساسية لهذه الفئات، وهو أولا أنه نقدم يعني بعض التجهيزات التقنية لهذه الفئات، وكذلك النقطة الثانية نقدم يعني بعض الحرف أو ليزاجير يعني الأنشطة المدرية للدخل لفائدة هذه الناس هذو. وكذلك هناك ملف ديال التمدرس مع الجمعيات، أنه من خلال هذا الملف هذا ولا هذه النقطة أنه كنعطيو واحد الدعم لفائدة الجمعيات من أجل تسهيل التمدرس لهذه الفئات. وكذلك هناك ما يسمى بالإعانات العينية اللي كتقدم لهذه الفئات. إذا هذا هو المحور الثالث. المحور الرابع وهو ديال المسنين، أنا من خلال المسنين كنحاولوا ندعموا ونجهزوا بعض المؤسسات الخاصة بالمسنين، كدار المسنين ودار فضاءات ديال المسنين، اللي سواء الفضاءات اللي كتقدم خدمات نهارية، سواء الفضاءات اللي كتقدم الإيواء لهذه الفئات. إذا أداء
تكلمنا على المحور الاول هو الخدمات يعني لي سيرفيس، المحور الثاني هو المساعده الاجتماعيه، وهناك محور ممكن نقول المحور الثالث وهو ديال اليقظه الاجتماعيه والتكافل الاجتماعي اللي هو واحد المحور مهم جدا، وبديناه كنموذج باقليم القنيطره حنا في صدد اننا كنخدموا عليه. وهذا المحور هو اساسي لانه من خلاله غادي نحاولوا ما امكن انه نعرفوا واحد المجموعه ديال الظواهر وكذلك المشاكل الاجتماعيه، وكذلك انه من خلال هذه اللياقه الاجتماعيه ممكن نتوفروا على مجموعه ديال المعطيات دي باز دو دوني لو من اللي غتسهل لنا التدخل من اجل حل هذه المشاكل وهذه الظواهر الاجتماعيه. يعني ملي كنقولوا مؤسسه رعايه اجتماعي فاعل اجتماعي ومؤسسه اللي كتفتح الابواب لهذه الفئات الهشام، طبعا كيكون توافد واحد المجموعه ديال الفئات علينا من طبيعه الحال اللي من خلالها كنستمعوا لها، كنتم الاستماع اليها واستقبالها، وكنشوفوا من خلال انه واش عندنا ممكن انه نحلوا لها المشكل، اذا كان عندنا حل المشكل ديالها يتم حل المشكل، الا ما كاينش ربما يعني كنوجهوها لجهات اخرى مثلا ربما الصحه، التعليم، مؤسسات اخرى، او لا كنشوفوا لها الى بعض الخطرات كيتم اتصال بمحسنين من اجل فك هو حل بعض المشاكل الاجتماعيه لشي فئات. اذا هناك فعلا فئات يعني اللي هي ممكن ان نقدموا لها خدمات، حنا ممكن هناك فئات اللي ممكن انه كنوجهوها لجهات اخرى يعني ومؤسسات اخرى اللي من اجل فك وكنواكبوهم يعني كنبقاو مواكبينهم تحل المشاكل ديالهم. وهناك من طبيعه الحال يعني يعني فئات اللي يستعصي يعني حل المشكل ديالها مع كل اسف، لانه كتكون يعني في يعني مشاكل معقده اللي ما يمكنش انه تحل المشكل ديالها. اذا حنا كنحاولوا ما امكن انه نفتحوا الابواب لهذه الفئات، وكنحاولوا ما امكن انه نحلوا المشاكل لهذه الفئات اللي هي فعلا فئات هشه وفئات في وضعيه صعبه.